بسم الله. اليوم 27/7/2022، كما وعدتكم بالتتبع ولإفادتكم بعد لقطات والصور التاريخية لأكادير وفلا. هذه أكادير وفلا قبل الزلزال، الصورة ديالها. هذه أكادير وفلا بعد الزلزال. هنا عملت الأنقاذ الإشراف محمد الخامس رحمه الله ذلك الوقت 1960. كنت ذلك الوقت لازلت طفلا أشوف البادية في المنطقة التي كنت فيها، وكانت طائرة تمر من فوقنا فين كيقولوا غدا الأكادير، يعني كتجي من الدربيضة وجي الأكادير، لأن المنطقة ديالي أنا بطبيعة الحال بحكم إجت خطوط الطيران المنطقة كاينة بالضبط في الكالا، وكان ذلك معبر للطائرات. لازلت أذكر ذلك وأنا طفل صغير. نعم هكذا، هذه بعض اللمحات والصور. انظروا وراها الإرشادات كاينة تما. لحظة انطلاق قافلة تجارية عابرة 1910-1920، هذا مسجد أكادير أوفلا بعد القصف 1913 القصف، وعليكم أن تذكروا هنا القصف وتذكروا ما هو القصف. هذه السفينة الحربية الألمانية بانتير خليج أكادير سنة 1911. هذه صورة جوا القصبة قبل 1960، يعني قبل الزلزال. هذه المحطة التاريخية عن أكادير وفلا. هنا بعض الصور. هذه أكادير وفلا وهي مردومة ببنايتها من خلال الزلزال، وقد مر على ذلك الزلزال فترات طويلة وهي على هذا الحال. الآن عاد بداو كيديروا الصورة ديال أكادير وفلا كيف كتشوفوا في الصورة ديالها والصور ديالها، ولكن هي مدمرة لأن كانت حوانيت وقصاريات وأسواق وتجارة ورواج. نعم أما الصورة في العمق فهي مدينة الانبعاث أكادير الجديدة. الصورة هذه القصبة هي التي كتظهر، وفي العمق راه كتظهر الصورة ديال أكادير الكبرى، يعني المدينة الحديثة مدينة الانبعاث. نعم هذه كذلك أكادير وفلا وهي مدمرة وقد مر على تدمير مدة طويلة، لأن حتى نادي الربيع فوق ذلك الدمار. هذا رسم للصور ولكيف كانت القصبة الحال ديالها والشكل اللي بني ديالها. هذا رسم الصور. هو الآن يتم ترميم الصور في القصبة، وتقوم بعض الحفريات الداخل لاكتشاف بعض الحالات إذا كانت مازال غامضة.
المهم احبابي الى هنا كفايه، دابا غادي نصور لكم العوده بطريقه تيليفيريك الى المنطلق من اكادير وفلا الى المنطلق الى المحطه الانطلاقه في الاكادير المدينه السفلى، يعني اكادير السفلى من اكادير وفلا، يعني العوده من اكادير وفلا الى اكادير اكادير العليا الى اكادير السفلى. خذوا معي هذا المنظر والى منظر اخر ان شاء الله.